أهلا بكم. أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات أنها وثقت 150 حالة قتل خارج القانون في البلاد خلال العامين الماضيين. المنظمة قالت إنها وثقت حالات إعدام خارج نطاق القانون أو تحت التعذيب أو بوضعهم دروعا بشرية ارتكبت ميليشيا الحوثي 93% منها، فيما توزعت النسبة الباقية بين جهات مجهولة والحكومة الشرعية وتنظيمات إرهابية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا التقرير لنناقشه ونناقش دلالات تصاعد حالات القتل خارج القانون في ظل سيطرة الميليشيا. كل ما تفعله الميليشيا منذ سيطرتها على البلد يشير إلى حالة استسهال خطيرة للقتل، إذ لا تكاد تمر أيام دون أن نسمع حادثة لقتل أحد المواطنين من قبل الميليشيا بدم بارد. التقرير الذي سجل 47 حالة إعدام ميداني كشف أن معظم الحالات حدثت في مناطق لا تشهد أي مواجهات كمحافظة إب التي سجلت فيها 17 حالة والحديدة وذمار، ما ينفي ذريعة المواجهات والتعاون مع الجيش والمقاومة التي ترفعها ميليشيا الحوثي وأنصارها كتبرير للانتهاكات. نبدأ النقاش مشاهدينا بعد أن نتابع وإياكم تقرير الزميل أسامة عادل. 150 حالة قتل خارج القانون، هذا الرقم وثقته منظمة سام خلال العام الماضي مع بعض الحالات المماثلة من العام 2015 في تقريرها قتل متوحش. أساليب القتل تنوعت بين الإعدامات الميدانية والموت تحت التعذيب والقتل عن طريق وضع المدنيين دروعا بشرية. تحكي رواية لأحد أقارب الضحية وليد الإبي أن مسلحين بزي مدني اختطفوه داخل سيارة كانت تنتظره قرب منزله في العاصمة صنعاء، وعندما حاول بعض الجيران ثنيهم هددهم أحد المسلحين باستخدام الرصاص. بحث أسرة وليد المضني عن قريبهم طال في سجون صنعاء ولم ينجحوا في العثور عليه حتى بعد أن فارق حياته بسبب التعذيب، واشترط عليهم التنازل عن القضية مقابل تسلم جثمانه. ومثلما لقي وليد حتفه قتل أيضا في باجل رجل الأعمال عبد السلام الشميري، وفي إب بشير شحرة، وفي صنعاء حراس شركة توتال الثلاثة والباحث عادل الزوعري، وفي حضرموت القيادي في المقاومة محمد بارحمة، وفي تعز نبيل ناجي سعيد وغيرهم العشرات في مختلف المحافظات. تقرير منظمة سام قال إن ميليشيا الحوثي والمخلوع ارتكبت 93% من جرائم القتل المرصودة، فيما ارتكبت جهات مجهولة 4%، كما ارتكبت الحكومة الشرعية 2%، وارتكبت جماعات إرهابية ما نسبته 1% من هذه الانتهاكات. جغرافيا احتلت محافظة إب التي تسيطر عليها الميليشيا المرتبة الأولى بواقع 27 ضحية، تليها محافظة ذمار بواقع 19 ضحية، ثم أمانة العاصمة بواقع 16 ضحية، ثم الحديدة بواقع 15 ضحية، ثم البيضاء وتعز، ثم عدن، ثم بقية المناطق. منذ الانقلاب أصبح القتل هو أسهل ما تقدمه الميليشيا للمواطنين، وأضحى القتلة يحكمون الناس بالحديد والنار والرصاص لمن يرفع رأسه. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. ينضم إلينا الآن من فيينا مسؤول الرصد في منظمة سام للحقوق والحريات الأستاذ توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا بك أستاذ وجميع مشاهدي قناة بلقيس. أهلا وسهلا. إذن أستاذ توفيق، إذا ما بدأنا في البداية أن نود منك إعطاء المشاهد فكرة حول أهم ما تضمنه التقرير الصادر تحت عنوان قتل متوحش. تقرير قتل متوحش هو تقرير نوعي لم يشمل جميع حالات القتل الموجودة في اليمن، وإنما ركز على ثلاث فئات أو على ثلاثة أنواع من أنواع القتل. الجامع والقاسم المشترك بين هذه الثلاثة وجود العمدية والوحشية، وهذه الثلاث هي إما الإعدام خارج القانون أو التعذيب حتى الموت أو وضع المواطنين أو المعتقلين والمختطفين دروع بشرية كما حدث في ذمار وتعز أيضا والحديدة.
أردنا من خلال هذا التقرير أن نقدم للعالم نماذج لما يحدث في اليمن. هنالك قتل يتم بالقصف العشوائي، هنالك قتل يتم بالقنص، هنالك أشياء كثيرة، لكن نحن في المنظمة رأينا هذه الأشياء الثلاثة أن نضعها ضمن جروب واحد أو مجموعة واحدة لما يجمع بينهما من قصدية إضافة إلى الوحشية في تعذيب أو في تصفية الخصوم، سواء كانوا سياسيين أو كانوا يعني مدنيين لا يتوافقون مع الفكر الآخر. نعم، طيب فترة نعم. التقرير بحسب ما ذكر هي تغطي العام 2016 وبعض الحالات المماثلة من العام الذي سبقه 2015. هل تضمن التقرير أي حالات لم يتم الكشف عنها مسبقا أو لم تكن معروفة ولم تتداول في وسائل الإعلام؟ لا، التقارير أغلبها تناولتها وسائل الإعلام، لكننا يعني نحن لدينا منهجية معينة. التقرير هو في حقيقة الآن تأخر بعض الوقت، والهدف من ذلك هو أن نأخذ الشهادات مباشرة من أهالي الضحايا. ستجد أن هذا التقرير كان عبارة عن وسيلة نقل بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى ما ذكرنا من أرقام قمنا بنقل الشهادات الأهالي كما هي، بحيث نقدم للعالم دون أي تدخل من المنظمة للحالات التي تحدث في هذا القتل. لدينا نحن حقيقة حالات جديدة ربما لم يفصح عنها حتى في وسائل الإعلام، لكنها لم تتضمن هذا التقرير، لكن أغلب القضايا أعتقد أنه شملت تم تداولها سابقا. طيب إذا ما دخلنا في سياق الموضوع أكثر أو في سياق التقرير أكثر، أين تركزت أكثر حالات القتل خارج القانون؟ طبعا التقرير كان واضح بأن المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات والتي ليست فيها مواجهات مباشرة هي تصدرت المرتبة الأولى من حيث عدد القتل. فمثلا القتل تحت الموت تحت سياط التعذيب، نعتقد ستجد أن محافظة الحديدة احتلت الدرجة المرتبة الأولى بواقع 10 قتل تحت سياط التعذيب، بالإضافة إلى البيضاء وعمران ومحافظة عدن إلى غير ذلك. ستجد أيضا على مستوى الإعدامات بدم بارد أو الإعدام خارج نطاق القانون، ستجد محافظة إرت تحتل المرتبة الأولى بواقع 17 حالة، بالإضافة إلى محافظة البيضاء، بالإضافة إلى محافظة ذمار، بالإضافة إلى محافظة صعدة. فمما يبين أن الدافع الذي دفع هؤلاء للقتل لم يكن وجود المواجهة العسكرية، وإنما كانت الآراء السياسية والفكرية التي تخالف آراء هذه الجماعة أو جماعات أخرى، سواء كان في حضرموت مثل قضية بارحمة أو في تعز مثل قضية نبيل التي ذكرناها في هذه القصة. وهذه القصة أعتقد قضية نبيل لم يتم تداولها من قبل. طيب يعني عندما نشاهد التوزيع الجغرافي لجرائم القتل، ربما ما يحدث حدث في غالب محافظات الجمهورية ربما باستثناء محافظات قليلة، يعني على الأقل هناك 17 محافظة تمت فيها هذه حالة القتل هذه المذكورة في التقرير، أليس كذلك؟ نعم، ذلك التقرير هو وزع هذه النسبة، نسبة القتل من محافظة إلى أخرى بحسب الفترة التي ذكرناها في هذا التقرير. وأعتقد أن القضية ربما تتجاوز هذا التقرير بصورة كبرى، وأنا كما ذكرنا أن هذا التقرير لا يقدم قراءة إحصائية دقيقة لكل الذي حدث، وإنما هو يقدم عينة أو نوعية القتل التي تتم داخل الجمهورية اليمنية بشكل عام. لكن القتل بشكل خاص من حيث الأعداد ومن حيث النسب، أعتقد أن العدد يتجاوز هذه النسبة بكثير جدا. طيب يعني عندما نتحدث عن أن التقرير يوجه الاتهام لميليشيات الحوثي في نسبة الغالبة أو الطاغية في هذه الحالات، هناك أيضا ما يخص الحكومة، هي نسبة ربما تقارب 2% من هذه الانتهاكات، لكن من قام بهذه الانتهاكات؟ هل هي أجهزة أمنية تابعة للحكومة، أم أن الأمر يتعلق بكون الجرائم ارتكبت في مناطق يعني هي تحت سيطرة هذه الحكومة؟
لا، احنا اعتبرنا حملنا الحكومه المسؤوليه في هذا الامر، ربما لم تكن الحكومه بصوره مباشره، ولكن نعتقد ان اي فصيل قاتل تحت اطار الشرعيه وتحت لافته الشرعيه تعتبر الشرعيه مسؤول عنه بالدرجه الاولى، وبالتالي نحن حملناها الشرعيه بصوره مباشره. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي استاذ توفيق. ينضم الينا الان من تعز استاذ العلوم السياسيه بجامعة الحديدة دكتور فيصل الحديفي. أهلا بك دكتور. مرحبا بك، حياك الله. حياكم الله دكتور. إذن هناك انتشار لظاهرة القتل خارج القانون، يمكن اعتبار ذلك تفاقم منذ سيطرة الميليشيا على السلطة والدولة، ما دلالات هذا الأمر؟ بالتأكيد عندما نعود إلى تعريف القتل وفق القانون سنجد أن القتل له معنيين، هناك قتل بمعنى عقوبة وفق القانون تمارسه سلطات شرعية، وهناك قتل باعتباره جريمة تقوم به يقام به خارج إطار الدولة، وبالتالي ما تقوم به الحوثيين والتحالف الانقلابي كله تعتبر جرائم وليست عقوبات، وبالتالي لا نستطيع أن نصف القتل في إطار الحوثيين باعتباره أي نوع من أنواع العقوبات، ولكنها جرائم ضد الإنسان في إزهاق روحه يعني. طيب هل تأتي يعني هذه الـ 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 هذه الحالات أو حالات القتل هذه خارج إطار القانون يمكن اعتبارها أنها ممنهجة، يعني ميليشيات الانقلاب تقوم ذلك وفق منهجية معينة، أم أنها حالات يمكن القول عليها أنها فردية؟ لا، ليست حالة فردية، لأن الجهات الانقلابية اعتمدت في إرهاب الناس لإحكام السيطرة عليهم، وبدون القتل لا يمكن أن تستطيع أن تخيفهم أو تسيطر عليهم، ولو سمحت هذه الجهات الانقلابية للناس بأن يعبروا عن مشاعرهم ربما لخرجوا بأيديهم بدون سلاح لكنس هؤلاء الانقلابيين، وبالتالي الإنقلابيون يعرفون بأنه أي تراخي في هذا الجانب ستنهار سلطتهم، وبالتالي هم يمارسون العنف من أدنى مستوياته وهو الاختطاف والتعذيب ثم القتل كأعلى درجة من درجات لكي يخيفوا المجتمع، لكي يرعبوا المجتمع، لأن أفعالهم كلها ليست قانونية حتى للدولة نفسها. مثلا الدولة وهي جهة شرعية مخولة باستخدام العنف المشروع لا يحق لها مثلا أن تقتل بدون قانون، ولا يحق لها أن تهدم بيت، ولا يحق لها أن تصادر أملاك، بينما الإنقلابيون هم يقومون بكل هذا الرعب لإخضاع الناس، والرعب هنا يتم تصديره بجميع مستويات أنواع العنف. قلنا تبدأ من الاختطاف لأنه لا يوجد اعتقال في إطار خارج الدولة، الدولة هي التي تعتقل بموجب القانون، لكن كل جهات غير ذي الصفة ما تقوم به ليس اعتقال وإنما اختطاف، فهي تختطف الآن عشرات الآلاف لا ندري ما هو مصيرهم، وبالتالي هي تقتل الناس، تهدم المنازل، تصادر الأملاك. هذه الأفعال الشنيعة المرعبة هي التي تمارس بها سطوتها لإخضاع الناس. الناس في المحافظات التي تسيطر عليها السلطة الإنقلابية لا يعني أنهم يعني ليسوا أحرار ولا يرهون عن سلطاتهم، ولكن نتيجة لهذا الرعب هم يجرؤون على أنفسهم هذه الجرائم المسلطة عليهم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور. أعود بسؤال أخير إلى الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، إذن هذا تقرير جديد من قبلكم، يعني بالنسبة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان والتي تهتم بهذه الجوانب، كيف هو تعاملها مع هكذا تقارير؟ ما هو المتوقع أن يحدثه هذا التقرير الجديد من قبلكم في الوسط الحقوقي، وكيف يمكن أن ينعكس لوقف هذه الحالات على الأرض؟ حقيقة نحن حريصين على إيصال صوتنا ووصول التقارير إلى المنظمات الدولية بشكل سواء على المستوى بشكل شهري أو بشكل متفاوت عند صدور أي تقرير. أنا أعتقد أن لمنظمتنا خلال الفترة السابقة هنالك نستطيع أن نقول يعني
نستطيع أن نقول كثير من المنظمات والمهتمين بالشان اليمني بدأ يتواصل مع منظمتنا. أعتقد أنه المزيد من العمل ربما يحرك كثير، ربما يحرك الكثير ما دام هنالك توثيق حقيقي موجود على الأرض. التقرير صدر إلى أمس، أعتقد كثير من النشطاء من الحقوقيين تواصلوا معنا للاطلاع على ما جاء في هذا التقرير. أعتقد أن المجتمع الدولي اليوم بدأ يلتفت بصورة كبيرة لما يحدث داخل اليمن. سابقاً تحرك لما يحدث في الجنوب، خاصة إذا استطاع المنظمات الكبرى مثل هيومان رايتس وغيرها من المنظمات دخلت في هذا الخط. أعتقد أنه حتى الملف من الناحية السياسية يبدأ يتحرك. اليوم بدأنا نسمع عن أصوات أوروبية أمريكية بضرورة إيجاد حل سريع لما يحدث في اليمن. أعتقد أن هذه التقارير ضرورية وضرورية جدا من أجل كسب أو إعطاء أو من أجل كسب مزيد من الثقة لدى هذا المجتمع الدولي. وأعتقد أن هنالك تغير كبير وإن كان بطيء، لكنه مبشر أنه يتجه نحو حسم هذا الملف لصالح الضحايا، سواء لصالح الضحايا والضغط على السلطات الإنقلابية أو أي سلطات داخل البلد تمارس انتهاكات ضد المواطنين. أشكرك مسؤول الرصد في منظمة سام للحقوق والحريات أستاذ توفيق الحميدي، كنت معنا على الهاتف من فيينا. وأعود إلى دكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، إذن من الملاحظ أن يعني كما يبدو أن هذه الحالات تتركز، حالات القتل خارج إطار القانون، في مناطق سيطرة ميليشيا لكنها لا تشهد مواجهات هذه المناطق. هذا الأمر إلى ما يشير برأيك؟ بشيء من الموضوعية، ينبغي أن نتحدث عن جريمة القتل على مستوى عموم الوطن، ولكن سنجد بأنه جريمة القتل تتسع في إطار سلطات الإنقلاب كما قلت، استعمال لإخضاع الناس لسلطانهم لأنهم مرفوضين مجتمعيا. لكن القتل أيضا ينتشر خارج مناطق الإنقلابيين، وينبغي أن لا نسكت عن هذه الجرائم، لأن قتل الإنسان وروحه هذه ليست من اختصاص البشر، فالله خلق الإنسان ليعيش لا ليقتله إنسان مثله. فهناك قتل عبر الطيران، هناك الاستهدافة الخاطئة لأسواق ومدن ومنشآت مدنية، هذه أيضا جرائم قتل لا ينبغي أن نسكت عنها، وينبغي لدول التحالف أن تفتح ملفات لهذا القتل وأن لا تكرر هذه الأخطاء، وعلى السلطة الشرعية أيضا أن ترفع الكرت الأحمر تجاه قتل الإنسان اليمني. ليس الحوثيين فقط هم من يقتلون، وإن كانت نسبة القتل عندهم أكثر، حتى تجيشهم للأطفال إلى ساحات القتال هو نوع من القتل بيشترق بطريقة غير مباشرة. كذلك هناك القتل في إطار السلطة الشرعية، حيث أنها لا تبسط سلطانها وفق القانون فتترك ثغرات لمن يمارس القتل دون عقوبة. وبالتالي عندما نتكلم عن القتل كجريمة لا ينبغي أن نخصصها فقط ضد أحد بعينك الإنقلابيين وهم فئة ابتلعت الدولة وتمارس كل أعمالها من أدنى إلى أعلى خارج إطار القانون، ولكن لا ينبغي أن نسقط أو أن نسكت عن جرائم القتل التي يستهدف بها أرواح الناس في عموم البلد وفي عموم الوطن سواء هنا أو هناك. طيب هذا الأمر يدفع إلى التساؤل حول لماذا يعني لم تعد هذه الظاهرة مقتصرة فقط على سلطات الميليشيا، هناك استسهال للقتل خارج إطار القانون، يعني ما هي الخلفية التي تصدر عنها هذه الظاهرة؟ هو عادة أغلق الباب هناك، أعتذر، يعني عندنا أصوات من استغفر الله العظيم. هل تسمعني؟ نعم دكتور، نعم. أنا سأحاول أوصل صوتي إليك مع أني لا أسمع لضوضاء من نعم دكتور خارج. تفضل. لو تذكرني السؤال لأني نعم دكتور كنت يعني أتساءل ماذا يعني هذه الظاهرة تتفاقم الآن، هناك نوع من استسهال القتل خارج إطار القانون، ما هي الخلفية التي تصدر عنها هذه الظاهرة؟ نعم فهمتك. تستطيع أن تقول في لأن في مناطق الصراع والنزاعات والحروب
دائما تتسع مساحة القتل لعدم وجود سلطة ضابطة وناظمة للعلاقات المجتمعية، وهذا شيء طبيعي. وبالتالي نتيجة لهذه الظاهرة من اتساع القتل، مطالب من المجتمع الدولي أن يضغط على الانقلابيين بتطبيق القرار الأممي 2216 حتى تخف نسبة القتل في مناطق المسيطرة عليها، وكذلك على المجتمع الدولي والمجتمع المحلي في إطار سلطة الشرعية أن تضغط في إطار تثبيت سلطة الدولة لإعادة تطبيع المجتمع الحياة المدنية، حتى تفتح أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، حتى يجد الضحايا يعني مؤسسات يلجؤون إليها لتقليص مثل هذه الظاهرة. الآن يصعب السيطرة عليها في ظل هذه الميوعة السياسية أو ميوعة الصراع اللا دولة على المستوى الوطني ولا الشرعية باسطة نفوذها على المناطق التي تحت سيطرتها. طيب حتى نفهم مجتمعيا كيف يمكن أن ينعكس ذلك الأمر، هل هناك خطورة من هذه الناحية عندما يتصاعد أو تتصاعد ظاهرة القتل خارج نطاق القانون، وربما أحيانا تمارسها بعض الجهات التي تعتبر نفسها أنها سلطة لكنها لا تتبع قانون معين أو آلية معينة في القتل يمكن الاحتكام إليها، هذا الأمر مجتمعيا كيف سينعكس؟ طبعا هذه القتل خارج إطار القانون هنا أو هناك هو يسبب مخاوف اجتماعية واضحة للعيان، بحيث أنه يصبح الإنسان مهدد بالقتل في أي لحظة، وبالتالي ممكن أن تسال دمه دون أن يرث جثنه أحد، وبالتالي المجتمع نفسه يعيد ترتيب نفسه ليدافع عن نفسه بنفسه، وهذه أيضا تعد كارثة للمستقبل لإعادة تهيئة الحياة. يعني أنه المجتمع المحلي يصبح مطلوبا منه أن يحمل السلاح ويتقي شر الاعتداء من أي طرف كان. ولذلك هناك مجموعات للأسف في إطار الشرعية أو في إطار المناطق المحررة لا تلتزم القانون، أو أنها تحاول أن تلتلبس شخصية الدولة يكون عندها محاكم تصور أنت ميليشيات مثلا تحت لواء الشرعية وتنتمي في الجيش الوطني، لها محاكم ولها قضاة ويتأسفون القانون ويحكمون وفق هواهم. وهذه للأسف الظاهرة مسؤولة عنها السلطة الشرعية، كيف تسمح لأفراد ينتمون إلى الجيش الوطني وإلى السلطة الشرعية أن يمارسوا نفوذا قضائيا وقانونيا خارج مؤسسة الدولة التي ينبغي هي التي تكون محتكرة لهذه العقوبات أو للقضاء فيه. إذن أشكرك أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة دكتور فيصل الحذيفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا. ونشير مشاهدينا إلى أنه كان من المفترض أن يكون معنا الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، لكن حاولنا التواصل معه أثناء الحلقة لكنه لم يرد على الهاتف أو كان هاتفه مغلقا. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا فيها في ختامها تحياتي أنا والزميل كمال الحيدرة وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.